السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم خولة. هذا الفيديو ما فيه شيء درس ولا فكرة جديدة، هي عبارة عن سواليف. حاليا أنا في أمريكا، اللي يتابعني في انستغرام راح يعرف. صار لي تقريبا أسبوعين، يمكن هذا الثالث. طبعا ما أسافر بدون مشروع معاي، طبعا لازم أشيل معاي. أعرف أني راح أمر بوقت أني أحس بملل، فلازم يكون معاي. طبعا شلت كذا مشروع معاي. اول طبعا مشروع هذا الشال، هو عبارة عن مشروع كروشيه، بعدني في بدايته، وهذه النتيجة لين الحين. كل ما احط صورته في انستغرام، طبعا البنات يطلبون الباترون، راح اخليه في صندوق الوصف تحت. استخدمت هذا الخيوط وهذا اللون. طبعا كان في بالي لون ثاني بس كان ما متوفر، بس استخدمت هذا، وايد حلو اللون، حبيته. فحسيت اني بديت اني اعشق يعني اني اسوي شال بعد ما بديت هذا. طبعا اول شال اسوي، وايد دورت باترونات حق الشال عشان اسوي افكار ثانية، باذن الله راح اسوي. طبعا هذه البداية، هذا اول واحد اسويه. المشروع الثاني هو لف السماعات. طبعا هذا المشروع يعتبر تجاري، انا الف السماعات وبيعهم. فعندي هذه تقريبا 3 سماعات، وراح ان شاء الله يوفقني واني الفهم كلهم قبل لا ارد الامارات. حطيتهم في هذه الشنطة الصغيرة، الادوات اللي استخدمها. عندي خيوط الالوان الثانية، عندي السماعات، ودائما احطهم. طبعا هذا مال وي ار ميموري كيبرز، المات مالهم. طبعا هذا مغناطيس بس انا لانه حجمه صغير وممكن اشله في كل مكان فسهل عليه. طبعا استخدم الواشي تيبز، كلهم في هذه الشنطه، حس عمليه وايد. ممكن اخليها في شنطتي مال الايد وادخلها الطياره طبعا اني اشتغل، لأن المسافة من أبو ظبي لأمريكا طويلة، تقريبا 14 ساعة. فهذا هو المشروع الثاني. طبعا لازم أوثق الذكريات، هذا شيء أساسي بالنسبة لي، أحب وأستمتع بهذا الشيء. طبعا هذه الشنطة حطيت فيها الأشياء اللي أحتاجها، الأقلام أهم شيء، والدفتر. هذا الدفتر ماخذتنا من دايسو، كان في عن باريس مكتوب ما ادري روما شيتي، فسويته بالالوان، حطيت خريطة امريكا وكتبت سنسناتي، المنطقة اللي فيها. الحين مو بالضبط في سنسناتي بس قريب منها. وطبعا هني هذا من داخل اكتب ذكرياتي، لما كان احنا فيه عايشين، قصصات الاشياء اللي نحتاجها احطيها. لين الحين هذه البداية، للأسف ما أجلس وأكتب وايد، بس اللحظات المهمة اللي ما أريد أنساها. وطبعا هني أهم شيء الواشي تيبس، هذه المجموعة طبعا جبتها الصغار معاي. عندي هذا اللي ماخذتنهم من هني من أمريكا، بس البقية جبتنهم من الإمارات. طبعا ما جبت وايد لأني أعرف إني راح أشتري زيادة، فما جبت معاي وايد. جبت هذه للدفاتر مال الاستكرات، هذه مال السفر، وهذه اللي فيهم حروف، فيهم عبارات صغيرة، وهذين مال اميتان. طبعا الاستيكرات اللي هني مبينة من ورا. وشو بعد عندي؟ وعندي اقلام واللصق. طبعا هذا اللصق لازم يكون معاي، ما يلصق، هذه النوعية ما تلصق وايد بس تمشي الحال يعني حاليا. في مشروع ثاني بديته الحمد لله خلصته في يومين، هي القبعة، وهذا شكلها. طبعا الباترونات مال كرة شكلها موجودة في بنترست، اللي يحب يشوف راح احطيها في صندوق الوصف. للأسف ان الابرة الخيط وايد ثقيل، والابرة اللي عندي ما تناسب الخيط هذا، فخطينا بعد خط سنارة ثانية عشان اشتغل عليه، مع اني عندي هالقياس في الامارات بس اخذتها بس عشان هالمشروع.
هذه الشنطة اللي أحط فيها أغراض الشال، طبعا أحب أحط كل أغراض كل عمل في شنطة يعني منفصلة عن الثانية، عشان أحس إن يعني الموضوع شوي مرتب وحصل الأغراض بسرعة. عندي بعد المجلات، طبعا القراءة من ضمن الأشياء اللي أسويها. عندي هذه المجلة، طبعا أنا مستغلة وضعي إني موجودة في أمريكا حاليا، وأطلب من موقع scrapbook.com، وكان عندهم عرض إني مع كل مرة أشتري إني أحصل دف هالمجلة. طبعا هالمجلة معروفة في عالم السكرابوك أند كاردز توداي، وطبعا حبيتها وايد. طبعا ما أخذت مني وقت وايد طويل عشان أقراها، بس وايد حلوة، فيها أفكار، فيها تطبيقات، يعرضوا فيها عن أفكار جديدة. هني في عندنا يعني نفس الفكرة ممكن نطبقها بالأشياء اللي عندنا. وايد حبيت هالمجلة، احتمال اني اشتري اعداد ثانية. وكيف نستخدم الادوات، طبعا وايد حلوة وحبيت فكرتها. عندي بعد هذا المجلة، طبعا اعتقد مرة تكلمت فيها في قناتي، هذه عن واحدة ديفاني، طبعا هي من هولندا، وما شاء الله المجلة رائعة جدا جدا، استمتعت فيها. طبعا هي متنوعة فيها اشياء وايد، باذن الله راح احط لها فيديو خاص فيها. طبعا انا مشتركة معاهم، توصلني كل 6 اسابيع، هي 8 اعداد في السنة. طبعا هذه حاليا اقراها هي، واتمنى انكم استمتعتوا معاي، مع انه ما في شيء فكرة جديدة في الفيديو، وباذن الله راح نلقاكم في فيديوهات ثانية فيها سواليف وحكاية مثل هذه الأشياء. إذا تحبوا مثل هالفيديوهات اكتبوا في التعليق وحطوا لي لايك على الفيديو، بإذن الله راح يكون بفيديوهات سوالف زيادة. أي حد عنده أي سؤال في أي مجال اللي أعرضه في قناتي حطوا في الكومنت تحت، بإذن الله راح أخصص فيديو خاص للأسئلة عشان أجاوبكم عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.